recognized for 5 minutes. Thank you. عدد المساجد في أمريكا أكبر مما يجب، و80% من القائمين عليها متطرفون. على هذا الأساس عقد بيتر كينغ رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب أولى جلسات التحقيق حول مدى تطرف الجالية المسلمة بحسب عنوان الجلسة. النائب الجمهوري استعان بشهود لا يختلفون عنه في حقدهم على الإسلام بحسب منتقديه، وقال إن التهديد الإرهابي للأمريكيين يأتي فقط من مسلمين، وزعم بأن الجالية لا تتعاون كما يجب مع السلطات الأمنية. Only Al Qaeda and its Islamists. فقط القاعدة والمتعاونون معها من المسلمين هنا هم يشكلون خطرا دوليا على بلادنا. فبحسب وزارة العدل لم تسجل خلال العامين الماضيين أي أعمال إرهابية لنازيين جدد أو ناشطي البيئة أو مناوئي الحروب. Because he was a Muslim, but it was only when his remains were identified. بحرقة وأسى دافع النائب المسلم كيث أليسون عن الجالية المسلمة وأدان محاولات كينغ ترسيخ صورة مشوهة عن الإسلام، وقال كان حريا برئيس اللجنة مناقشة خطر التطرف العنيف كفكر أو سلوك بدلا من ربطه بمجموعة دينية معينة، وسرد أسماء أمريكيين غير مسلمين ارتكبوا أعمالا إرهابية مثل تيموثي مكفي منفذ تفجيرات أوكلاهوما، إريك رودولف منفذ تفجيرات أولمبياد أتلانتا، وبروس إيفنز صاحب هجمات الأنثراكس وغيرهم. أن تعزو أفعالا شريرة قام بها أفراد لجالية بأكملها أمر خاطئ ويجعل أمريكا أقل أمنا. أليسون لم يكن وحيدا في الدفاع عن المسلمين الأمريكيين، حيث وصف نواب ديمقراطيون الجلسة بباطل يراد منه باطل. في خمسينيات القرن الماضي وجه السناتور جوزيف ماكارثي خلال جلسات استماع مماثلة تهما لأمريكيين بتشجيع الشيوعية داخل الولايات المتحدة، ولأنه فشل في إثباتها وجه مجلس الشيوخ إليه إدانة رسمية، ووصف آنذاك بأنه أسوأ مشرع في الكونغرس. منذ ذاك اصطلح على تسمية كل من يحذو حذوه بالمكارثي، وهو وصف يوحي بالخزي والعار لصاحبه. منظمات حقوقية ومسلمة وصفت جلسات كينغ بالمكارثية الغوغائية، وحذروا مما قد تحمله من نتائج عكسية، ونددوا بمحاولات كينغ توظيف عامل الخوف لتغذية أحقاده هو وغيره من الكارهين للإسلام بحسب وصفهم. وذكر الناشطون النائب الجمهوري بماضيه الأسود عندما تعاطف في الثمانينات مع الجيش الجمهوري الأيرلندي، وتساءل البعض كيف يمكن لمن ساند يوما ما منظمة إرهابية قتلت مئات الأبرياء أن يشن حملة قد تؤدي إلى تغذية الأحقاد ضد دين بأكمله. الله أكبر. وجد وقفي الجزيرة واشنطن.